استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس المجلس الوزراء بمكتبه صباح اليوم معالي السيد راجناث سينغ وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند الصديقة الذي يزور البلاد لبحث مجالات التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية خاصة في ظل الاتفاقيات الموقعة بينهما في هذا الشأن. وخلال اللقاء استعرض سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مع وزير الأمن الداخلي الهندي مسار علاقات الصداقة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز آلياته بما يخدم المصالح المشتركة، حيث أشار سموه إلى أن تاريخ البلدين مليء بالمحطات المشرقة التي تشهد على قوة العلاقات وصلابة التعاون بين البلدين، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على المزيد من التعاون مع جمهورية الهند لما تمثله الدولة الصديقة من قوة في محيطها الإقليمي والعالمي، منوها سموه بأهمية الزيارة التي يقوم بها وزير الأمن الداخلي الهندي في الدفع بمجالات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التنسيق فيما يختص بمكافحة الإرهاب والجريمة.